مهندس حسن، كنا حبينا من حضرتك مشاركتك في جلسة ارتقاء النهاردة في ملتقى مصر الثالث للاستثمار وردود الأفعال من السادة اللي كانوا حاضرين مع حضرتك في اللقاء. طبعا الملتقى يعني زي ما احنا شايفين كلنا شهد نجاح كبير جدا الحقيقة، يعني عدد كبير من الدول العربية تحديدا كانوا موجودين، قطاعات كبيرة جدا كان بيغطيها الملتقى. يمكن احنا في جلسة الطاقة كنا كمان محظوظين ان كان الدكتور شاكر موجود معانا وعمل عرض ممتاز كالعادة لكل الخطة الكهرباء ووضع المشروعات ورؤية الدولة للكهرباء. كانت فرصة ان احنا نتبادل برضو وجهات النظر من ناحيتنا احنا كمستثمرين، ازاي بنشوف القطاع، ازاي بنشوف الفرص الاستثمارية في القطاع عموما، المناخ الاستثماري. يمكن كان في بعض الامور اللي طرحت برضو ومن ضمنها يمكن مشروع بتاع اكوا باور بتاع محطة ديروت اللي هو 2250 ميجا وات باجمالي استثمارات 2.3 مليار دولار. يعني تم القاء الضوء على كل المشروعات دي وايه اللي ممكن نعمله، ازاي ممكن نشتغل مع بعض. ودايما بنقول ان احنا القطاع الخاص مع الحكومه هي علاقه شراكه اكتر ما هي، يعني المستثمر مع الحكومه هي علاقه شراكه، لان في الاخر هدفنا واحد. احنا هدفنا في الاخر ان يكون في نجاح للمشروعات، وده بيعود في الاخر بالنفع على التنميه ان جنرال والمجتمعات، يعني تنميه المجتمعات. حكيت يعني مدير لشركه كبيره في مصر، مدير اقليمي، وبتكلم معاك عن مجال الطاقة والاستثمار في الطاقة. حضرتك شايف بيئة الاستثمار في مجال الطاقة في مصر هل ملائمة في الوقت الحالي؟ أنا كنت سامع لك بعض الملاحظات على مشروع ديروت حتى بشكل خاص مع الوزير. الحقيقة مش ملاحظاتي أنا، الحقيقة كانت ملاحظات زميل في الجلسة، لكن هو أنا اللي قلته على مشروع ديروت إن هو مشروع، طبعا هو مشروع مهم جدا بالنسبة لمصر. خلينا نقول إن المشروع ده أول مشروع بنظام البي أو تي من بعد المشروعات اللي اتعملت في سنة 2000 اللي هم الثلاث محطات اللي اتعملوا في سيدي كرير وبورسعيد والعين السخنة. فبعد الفترة الانقطاع دي كلها ده أول مشروع بالحجم ده يتعمل في الطاقة التقليدية بي أو تي، بنتكلم 2.3 مليار دولار. فهو مشروع مهم جدا، إلى جانب أنه هو مناقصة، فمهم جدا أن الدولة برضو تحترم تعاقداتها، تحترم المناقصات اللي بتطرحها، فده من هنا بيكتسب أهميته. المشروع زي ما أنا قلت أنه هو تم نقله بناء على طلب الحكومة من ديروت لمنطقة الأقصر، والهدف من كده ان يعمل توازن على الشبكه، وفي نفس الوقت ان هو يعمل تنميه لمنطقه الصعيد. وده كان طلب مباشر من الحكومه لينا، واحنا وافقنا على الطلب ده لان احنا بنتعاون مع بعض. احنا في الاخر هدفنا واحد، احنا ما احناش طرفين. انا تملي بتكلم ان احنا الاثنين طرف واحد، فالشراكه اللي ما بيننا دي شراكه هدفها واحد. فبالعكس يمكن معالي الوزير اشار ان مشروع ديروت خلاص احنا في نهايه قربنا خلاص نوصل، يمكن زي ما اشار الدكتور شاكر ان احنا الاتفاقيات شراء الطاقه متفقين على كل البنود بتاعتها، فاضل بس الاتفاق على توريد الوقود للمشروع، لكن غير كده الدنيا ماشيه كويس جدا. طيب حكي بيئه الاستثمار، زي ما نرجع تاني نفس السؤال، بيئه الاستثمار في مجال الطاقه في مصر شايفها ازاي حضرتك؟ تمام. هو طبعا السؤال يمكن ليه شقين، شق ليه علاقه بالتشريعي، الشق التشريعي، والشق الثاني بالمناخ الاستثماري. الشق التشريعي طبعا شهد تطور في الفتره اللي فاتت متمثل في قانون الاستثمار الجديد، ده طبعا ادى اريحيه لان احنا في الاخر احنا مستثمرين، والمستثمر بيدور على ان هو يكون مطمن على شويه حاجات كده معينه، من ضمنها ان هو يقدر يعمل تحويل لارباح الشركه بتاعته للخارج، وده تم النص عليه صراحة في قانون الاستثمار الجديد، ودي كانت نقطة مهمة جدا. المناخ الاستثماري عموما ده غير المناخ التشريعي، يعني المناخ الاستثماري عموما لما تيجي تبص عليه بيهمك كمستثمر، بيهمك انك تشوف خريطة استثمارية، تشوف خطة للسنوات القادمة. لما بتشوف الخطة دي بتقدر تحدد بالظبط بتقدر تحدد الفرص الاستثماريه المتاحه من خلال الخطه دي. بعد كده بيجي ان يكون في التزام بطريقه او باخرى بهذه الخطه، يساعد ان المستثمر انه يعمل البلان بتاعته او الخطه بتاعته للفترات الطويله اللي جايه بعد كده. وانا بعتقد لا ان احنا، وبعدين احنا بنتكلم على بلد الحقيقه تعتبر سوق جاذب جدا، سوق طبعا سوق طاقه في مصر، انت بتتكلم على بلد بيزيد فيها استهلاك الطاقة معدل 7% في السنة من مجرد من الزيادة السكانية، يعني
بتكلم على دولة داخلة على مشروعات تنموية عملاقة، فحتى كل ده تحتاج طاقة. الطاقة أهم، يعني هي البنية التحتية اللي بنبني عليها أي استثمارات. هتقدر تعمل تنمية صناعية إزاي من غير طاقة؟ فإحنا بما إن الدولة ماشية في اتجاه المشروعات العملاقة والتنموية، فبالتالي أنت ده بينعكس على طول على فرص استثمارية وسوق جاذب بالنسبة لنا إحنا. يعني الاتجاه هو رفع الدعم عن الطاقة بشكل عام في مصر والتدريجي، وليه فترة معينة زي ما حضرتك عارف أكيد طبعا. كنا عايزين برضه نعرف تعقيب حضرتك، هل ده عنصر جذب للاستثمار، ولا يعني كل علاقة بالاستثمار مرتبط باستقطاب استثمارات جديدة ولا لا؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، والحقيقة ده بالنسبة لنا احنا بنشوفه بطريقة إيجابية، لان في النهايه هو في منظومه بتاعه السوق لازم يحصل فيها. احنا بنتجه ناحيه تحرير السوق. يعني انا دلوقتي الكهرباء لما تنتج الكهرباء وتضطر انها تدعم الكهرباء للمستهلك، فده في النهايه معناها ان المستهلك هيدفع اقل من تكلفه الكهرباء. وبالنسبه لي انا كمستثمر، لا انا مين يعني انا كمستثمر ببني محطه كهرباء وباخد ببيع الكيلووات ساعه لوزاره الكهرباء، مين اللي هيدفع لي؟ وزاره الكهرباء لازم اعمل اتاكد ان وزاره الكهرباء بتقدر انها تحصل هي كمان الفواتير بتاعتها، وانها ما بتحصلهاش باقل من تكلفتها، لان ده هيضمن لي، ده الضامن الحقيقي لانها تدفع لي الفواتير بتاعتها. فهو ده، لا انا يعني بشوف ان انا بسميه اعاده هيكله الدعم، ده حاجه ايجابيه جدا للسوق عموما، للسوق انك تتجه نحو سوق حر، تبقى كل سلعه بسعرها الحقيقي، مع طبعا مراعاه الطبقات الغير قادره ببرامج مختلفه. لكن لما بنتكلم في ان احنا كمنظومه سوق، علشان السوق يبقى مظبوط ونضمن المدفوعات في جميع المراحل، لا احنا بنشوف ان الدعم او اعاده هيكله الدعم خطوه ايجابيه جدا جدا بالنسبه لنا احنا كمستثمرين. تمام، انا بشكرك جدا. اشكرك، متشكر جدا، شكرا.